وبقي شيء آخر وهو يفسدون في المفسدون، بيفسدوا في الأرض. احنا قلنا زمان الإفساد هو إخراج الشيء عن حد اعتداله لمهمته. اوعى تفتكر عن حد اعتداله يعني لازم يبقى مستقيم، لا، قد يكون اعتداله لمهمته انه يكون اعوج. الضلع مثلا، بالله تصور كده ان الضلع ده عدل كده، ينفع؟ ما تقولش بقى ده معتدل. يبقى اعتداله ان يكون ايه؟ ان يكون منحني كده، ان يكون منحني. يبقى الفساد اخراج الشيء عن حد اعتداله لمهمته. يمكن مهمته انه يبقى ايه؟ يبقى كده، مش كده؟ لما تمسك انت المفاصل دي وتشوف تركيبتها ويا بعضها تجدها تركيبه عجيبه، انما هي معتدله بالنسبه لمهمتها ولا لا؟ لما تيجي دي الفاصله دي تعملها كده معتدله بالنسبه له. اذا الاعتدال معنى الفساد اخراج الشيء عن حد اعتداله لمهمته. انا هضرب المثل بس بالضلع اهو، لو ان الضلع ده عدل كان ينفع؟ ده هو معمول عشان يصون اغلى حاجه في الانسان، الرئه والقلب. نعم، ومعمول بقى بشكل بقى هندسي بديع بسوسات بينهم وبين بعضه، لانه لو انعملت عظمه واحده قول لي بالله كنت تنتين ازاي ولا تتحرك ازاي؟ مساله ما تنفعش. يبقى اذا الفساد هو اخراج الشيء عن حد اعتداله لمهمته. ولذلك بعض الناس اللي هم يعني سطحيين في الفهم، لما يجي عند خلقت المراه من ضلع اعوج يفتكر انت ذم للمراه وفهم انها اتخرقت كده من ضلع اعوج. لا، لان مهمتها لا تصلح الا ان تكون كالضلع ليحمي بحنانه الطفوله اللي لسه لا تعرف شيئا في حياتها. خلقت المراه من ضلع الاعوج، نقول له اعوجها ده هو كونها عاطفيه قوي، هي دي ميزتها، لانها ستتعرض لوليد لا يبين عن الامه. ما ينفعش، يبقى لازم تكون ايه؟ عاملة عليه كده بايه؟ بحنان. الاغبياء يقولوا ده الدين عمال للمرأة، نقول له خلقت المرأة من ضلع اعوج اي مهمتها، وان اعوج ما في الضلع اعلاه. الحديث وان اعوج ما في الضلع ايه؟ الحتة اللي هنا دي اعلاها عشان المهمة. فان اردت ان تقيمها كسرتها، تطلعها مهمتها. اذا هي المطلوب انها تكون رقيقة وتكون عاطفية وما تكونش العقل والحزم عندها قوي، لان مهمتها كده، مهمتها. ولذلك انا قلت الواحد يبقى بياكل مثلا والعيل الصغير يجي يمكن مثلا شوك مثلا يقرف الرجل ولا خد الواد ده وحب بيه، وهي يعني تقوم تمسح له بايد وتاكل بايد ولا حاجة. اهودع وجاج الضلع. خلقت المرأة من ضلع ايه؟ ان ذهبت تقيمه يبقى كسرته، وكسرها طلاقة، تقول لها روح لحالك بقى. فخدها على هذا العوج، لأن العوج فيها هذا هو المطلوب، الحنان، العطف، الرقة، إلى آخره. مفهوم؟ يعني